الخصخصة، موضوع الخصخصة وما يثير حول هذا الموضوع، بعض المناطق لم تدخل في الخصخصة، هل سيستمر هذا المشروع؟ هل ستستمر لعدة مناطق عدة محافظات؟ لنكن واضحين بالتعابير، ما نتحدث عنه هو جباية، لا يمكن الاستمرار في توليد طاقة كهربائية بدون إحراز العوائد من الجباية. هذه آليات فيما يخص أنه استخدام شركات خاصة، استخدام كوادر وزارة الكهرباء للنهوض بهذا الأمر. ما نحتاجه هو تأهيل شبكات النقل والتوزيع، التخلص من الهوائيات، اعتماد الدفن في مسألة الخطوط حتى ننهي مسألة التجاوز، اعتماد الشبكات الذكية، إيجاد حلول للعشوائيات، هذا يتم مع تعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى، وضع نهاية للتجاوزات اللي من خلال المشتركين نفسهم. هذه كلها تحتاج تعاون على مستوى مؤسسات الدولة قاطبة وليست مسؤولية وزارة الكهرباء حصرا. متى ما ارتفعنا بمستويات الجباية وانهينا آليات التدخل البشري في ضمان جباية 100% لإيفاء الكلف للدولة العراقية فيما يخص تجهيز ساعات الإنتاج، سوف يكون قطاع الكهرباء مكتفيا ذاتيا. شكرا جزيلا. أي كلمة ينتظرون؟ يعني إحنا صرحنا بما فيه الكفاية، مجلس النواب مشكورا صوت على الفقرات التخصيصية.